بس انا اليوم كتير بسيط وسهل. بنحكي اليوم عن فرق فرعان ناقص. اول شيء بداية انا بدي اقول 15 is multiple of number 5. شو يعني هالحكي؟ وتقول انه انا عندي نمبرز هو من مضاعفات عدد معين، معناته انه هذا النمبر اللي هو 5 بيقدر يعمل times the number اللي هو 3. بيطلع عندي انه جواب 15. يعني المرتبط اوف نمبر بعدد رح يكون اكبر من هذا النمبر هو المرتبط تايمز النمبر الثاني. رح اعطي مثال كواحد، بكون عندي انه نمبر 5 بدي احسب المرتبط 4 6 نمبر، فبلش اضرب الاعداد بطريقه يعني دوب 0 تايمز 5 1 times 5 2 times 5 3 times 5 etc. لاحظ انا خليت رقم ثابت اللي هو 5، بلشت اعمل له times مع 0 مع 1 مع 2 مع 3، بيطلع عندي الاجوبه هي 0 المثال العظيم. انا عندي 10
and 15. These two numbers, 10 and 15, 10 and 15, are multiples of number 5. Okay? Several reason 10 equal to 5 times 2. صحيح؟ Will 15 equal to 5 times 3. Okay? I 5, 5. I this number. I'm running step. But in a very times the what I'm 10. For me, time in 10. Will 15 be multiples for 5? And don't it mean in an integer of 2 and 3? This 2 and 3 is consecutive. Okay? So the answer about 10 and 5, 10 and 15 is consecutive multiples for 5. يعني في نكتب 10 and 15 consecutive multiples for 5 consecutive multiples of number 5 هاي الفكرة كان عنا من الدرس اتمنى تكون الدرس واضح فهمتوني احنا فقط هذا الشرح بالفيديو مع ورشي كثير بسيط وسهل اتمنى تكون الورشة صحيح يعطيكم العافية والسلامة